السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبركه عواشركم. كل عام وانتم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي غنديرها ان شاء الله اليوم، هي الحريره. غنقول لكم ان شاء الله المقادير. المقادير ديالي عندي البصله، عندي المطيشه، ثلاثه ديال المطيشات وواحد البصله، وعندي شويه ديال اللحم قطعتها صغيره، وعندي الحمص، وعندي العدس، وعندي شويه ديال الكنور، وشويه ديال التصفيره، يعني غير غندير غير شويه، وعندي القزبور والمعدنوس، وعندي الكرافس، وعندي شويه ديال المطيشه ديال الحك، عندي شويه ديال الشعريه، وعندي العطريه، عندي جنجبير هنايا، وعندي شويه ديال الخرقوم البلدي، عندي البزار، وعندي شويه ديال التحميره والكمون وزيت الزيتون وزيت الروميه، وعندي الملحه. هادو هما المقادير ديالنا ديال الحريره. وعندي الكوكوت ديالي، ها هي الكوكوت ديالي، وهانتوما معايا. بسم الله غنبداو. درت شويه ديال زيت الزيتون، ندير شويه زيت الروميه، ماشي بزاف، ندير شويه ديال الملحه بزاف منين، وندير شويه ديال القرفه، نخليها شي شويه يتقلى، باش ما نطولش الفيديو غندير العطريه، عندي شويه ديال البصل مع راسها، ندير شويه ديال الجنجبير. زوين هاد القرعه وخايبي. ندير شويه ديال الخرقوم البلدي، وندير شويه ديال الكمون. الكمون حتى من بعد، وغندير شويه، غندير دابا غير شويه حتى نبغي ندور الحريره، وندير شويه ديال الكمون باش تبقى فيه الريحه. ودابا غندير الحمص ديالي، ونخليه يتقلى شويه البنات. ودابا غندير القزبور والمعدنوس والكرافس، ثلاثة بيهم درتهم، خلطتهم كاملين وطحنتهم شوية. ودابا غنرمي البصلة ديالي ومطيشة، واحد معلقة ديال مطيشة ديال الحك، وندير واحد النص، غندير غير النص ما غنديرش كامل، طاح ماشي مشكل، ودابا غندير الماء ديالي، غنمرق الماء، دابا غنزيد نعمر عاود، راه ما يكفينيش.
وغندير شويه ديال عندي غير واحد شويه دركا درت كاع بزاف والعدس وهادي حتى من بعد ان شاء الله نديرهم ماشي دابا ما غاديش نديرهم في الساعه معاهم كيطيبوا في ساعه ما غاديش نديرهم حتى نبغي ندور عاد نديرهم وهذا الشيء اللي كاين البنات وشكرا ايوا انتم المشاهدين ديالي الحريره ديالي هي وجدات تقريبا توجد مازال ما وجدت دابا غنهز مطيشه غنحيد مطيشه والبصله باش نطحنهم وانتم معايا دابا راه كنصور بواحد اليد وكنخدم بواحد اليد يعني كنرميها ها هي البصله راه طاب تبارك الله هي مطيشه راهم طابوا دابا هزيت غير مطيشه البنات والبصله باش نطحنهم غنطحنهم ان شاء الله ونردهم وندور ودابا غندير ان شاء الله غندير العدس ها هو البنات هاني درت العدس وغنزيد كما قلت لكم قبيلات غندير شويه ديال الكمون غنزيد غير شويه واحد شويه ودابا غنطحن البصله ديالي ومطيشه وان شاء الله ندور الحريره ديالي بالفورس كل واحد اش بغى الفورس ولا كل واحد كيفاش كيدوروا المهم غنوري لكم انا الطريقه ديالي باش كندير الحريره ديالي ها انتم البنات ملي طحنتها هي كيفاش ولات ودابا ان شاء الله غنرميها في الكوكوت ديالي غنرميها في الكوكوت ديالي هاني رميتها ودابا ان شاء الله غنخليها شويه تطيب شويه غير واحد شويه نزيد لها الماء راني طيبت الماء في الغلاي راه طاب دابا نزيد شويه ديال الماء وصافي وندور الحريره ديالي وها نتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا النهايه ديال الحريره ديالي وشكرا لكم وها نتوما البنات انا غندور الحريره ديالي ان شاء الله وها نتوما معايا يعني راه كنصور بواحد اليد البنات وكندير بواحد اليد سمحوا لي يعني غايجيكم هذا الشيء في شكل ولا اني راه هذا الشيء اللي عطى الله يعني كنصور بواحد اليد وكندور بواحد اليد ودابا غنزيد لها شويه المطيشه مع شتا واقيله ماشي دابا غنزيد لها شويه المطيشه ونزيد لها شويه القزبر ومعدنوس ملي ندورها وندير لها شويه القزبر ومعدنوس ونزيد لها شويه ديال الماء ونسد عليها حتى طيب ليا الحريره ديالي وها نتوما معايا وها نتوما البنات ها هي الحريره ديالي ها هي الحريره ديالي ما شاء الله دابا غنزيد ليها كما قلت لكم البنات القزبر ها هو وغندير الشعريه سمحوا لي يعني كندير بالتليفون ولا اني راه لا اله الا الله يعني شاده في يدي التليفون وكنخدم المهم هذا هو النهايه ديال الحريره ديالنا نتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم والله يعاونكم وشكرا لكم بزاف البنات شكرا بزاف